بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قصتنا اليوم قصة أميرة. كتحكي وكتقول: عشت مع بابا وماما أختي، ولكن ديما كنت كنلاحظ أنهم كيفضلوا أختي عليا. وقلت مع نفسي يمكن حيث أنا أكبر منها كيفضلوها حيث هي بقى صغيرة كيدلعوها. ولكن مع مرور الأيام وصلت 18 سنة، بديت كنجمع ملف البكالوريا. عمرني ما انتبهت لشهادة ميلادي، ولكن ملي جمعت الوراق بديت كنقلب ليكون شي غلط في الملف. قريت شهادة ميلاد ديالي ونلقى الاسم ديال الام ديالي مختلف. مي اللي رباتني سميتها خديجة، ولكن في شهادة الميلاد كاينه اسم عائشة. مشيت عند بابا وانا نقول ليه يمكن كاين شي خطأ في شهادة الميلاد ديالي. قال لي بعصبية: وانتي علاش كتقلبي؟ بقيت غير كنشوف. علاش هدر معايا بعصبية؟ خفت من بابا وسكت وسديت الموضوع، ولكن بالداخل ديالي بقيت كنفكر وكنسأل. وتفكرت كيفاش كيتعاملوا مع اختي الصغيرة. في الغد جا بابا باش يتغدى، هو يسولني ليا وجمعتي ملف الباك؟ قلت ليه مازال، باقي غير نمشي للمقاطعة ونصادق على الوثائق. هو يقول لي يمكن كاين شي خطأ في شهادة الميلاد، دابا نصلحو غير دفعي الملف. ولكن أنا ما اقتنعتش بالكلام ديالو. مشيت وقلبت الحالة المدنية ونلقى أن أختي أنا أكبر منها بست شهور، وهذا الشي ماشي منطقي لأننا ماشي توأم. أختي خاصني أنا نكون أكبر منها بعام على الأقل. كانوا كيبغيو أختي أكثر مني، وما كان حتى شي شبه بيني وبينها. دوزت البكالوريا بالرغم ان بالي كان مشغول باسم الام عائشه اللي شفت بعقل الزياد، مع ان امي اللي حليت عليها عيني كان اسم ديالها خديجه. نجحت ولكن ماشي بنقطه عاليه. لاحظ بابا اني كنت حزينه بالرغم اني نجحت في البكالوريا، وهو يسولني: مالك بنتي ليا ماشي هي هاديك، واش عندك شي مشكل؟ قلت لي: لا بابا ما كاين والو. بغيت نفتح معاه الموضوع ولكن خفت يعصب عليا، سكت. وملي هزيت راسي في بابا لقيته كيشوف فيا شي شوفات ما عجبونيش. مشيت دخلت البيت ديالي ونعست وبقيت كنفكر. تفكرت واحد صاحبتي ان الاب ديالها عنده لابوراتوار ديال التحليلات، قلت غنمشي عندها ونطلبها دير ليا لاديان باش هنا ليا بالي وهنا ليا خاطري. حكيت لصاحبتي المشكل ديالي وهي تقول ليا صافي غير كوني هانيه، دابا نقولها لبابا يدير لك لاديان. مشيت للدار كنت ما كليت والو، كنت غير كنفكر. سلمت على ماما وهي تقول ليا مال وجهك صفار، لا يمكن نرجع ليا فقر الدم. وانا بقيت كنفكر، وعرفت ماما غتمشي دير التحاليل ديولا اللي عطاها الطبيب. وانا نقول لها يا قلتي لي ماما غدا غدا تمشي ديري التحاليل، نمشي معاك وديري لي حتى انا ديال فقر الدم. قالت لي واخا واخا بنتي ما كاين حتى شي مشكل. مشينا انا وياها لغد لي لابوراتوار، وانا نعيط لصاحبتي وقلت لها رحنا في لابوراتوار ديال باباك. جات لعندنا كتجري وقالت الممرضة اللي خدامة عندهم تزيد تحاليل ديال لاديان ديال الحمض النووي، خليها بوحدها وديرها على حساب باباها. صدمة هي ملي جابت لي النتيجة غير مطابقة. بكيت وما عرفتش شنو ندير، وليت كنقول يمكن غير ربوني. صاحبتي بقات كتصبر فيا. مشيت للدار وهي تشوفني ماما باكيه، قالت لي ما كاين باس بنتي. عنقتها وبديت كنبكي
وقلت ليها ورحمه جده العزيزه قولي لي شكون ماما. تصدمات، بدات هي حتى هي كتبكي وقالت لي سمحي لي يا بنتي، انا ربيتك بحال بنتي. النهار اللي ولداتك ماماك في السبيطار جابك ليا باباك وربيتك. ماماك ما قبلاتنيش المرأة الثانية لباباك وشرطات عليه يطلقها بعد ما تولدك وتعطيك لي. وانا بنتي ربي شاهد عليا ربيتك بحال بنتي، وما كنت كندير فرق بينك وبين اختك الصغيرة. الا شفتيني كنلعب معاها ولا كنضحك معاها غير حيت هي باقا صغيرة، ما تاتي لعبت معاك وضحكت معاك ملي كنتي باقا صغيرة. قلت بيا الارض ملي اعترفات ليا بالحقيقة، بقيت غير كنبكي ما نعسش هذيك الليلة. وقررت الصباح نمشي عند البابا ونقول ليه وريني ماما فين كاينه. واخا انا خايفه منه ضروري نتشجع ونواجهه لانه غلط في حقي. هذا الجزء الاول من القصه، انتظروني في الجزء الثاني وما تنساوش ديروا لايك واشتراك، وخليتكم في رعايه الله وشكرا لكل المتتبعين.